يا هلا ويا مرحبا وحياكم الله يا بنات. فيديو سريع جدا جدا عن مشتريات أو مقاضي هذا الأسبوع، يعني مقاضي أسبوعية مش شهرية، أسبوعية. رحت كذا بسرعة متاجر السعودية، أخذت شوية أغراض، أخذت لي زعتر. طبعا أنا ما أستغني عن المشروبات العشبية، لازم تكون موجودة في البيت صراحة، بالذات الزعتر والبردقوش أشياء هذه. التونة مرة تجنن، ريوماري بس مع الخضار والكسكسي أو الكسكسو، مرة حلوة لذيذة، أنصحكم تجربوها يا بنات، لذيذة لذيذة جدا. هذا شوفان أبيض، طبعا لا يستغنى عن الشوفان خاصة بالنسبة لي. تونة الخير مرة من التونة المفضلة عندي، أخذت منها. وأخذت زيت زيتون، زيت زيتون هذا كان عليه عرض، كان ما شاء الله كل ذي قارورة ب15 ريال. كان عندهم عروض حلوة والله، فأخذت كذا شوية حاجات. أخذت برضو هذا كرتون الفشار البطل، طبعا هذا لعيالي، أنا أحب أسوي صراحة، أعتمد فشار البيت هو الأفضل بالنسبة لي، أو فين وفين أسوي يعني فشار الميكروويف الجاهز هذا في الميكروويف. هذا الصامولي صغير وبريوش، بس طبعا هذه أنا ما أكلها، برضو هذه لأولادي أخذت لهم، أفضل الأخباز الصحية. وأصلا نادرا ما أكل بخبز، أغلب الوقت أكل بالملعقة أشوفه أفضل، والإندومي طبعا. لقيت الحمد لله أخيرا حليب خالي من اللاكتوز، لقيته اللي هو المراعي، لقيته في الراية ولقيته في متاجر السعودية، فالحمد لله ما راح أضطر إني أطلب بعد كذا أجيبه من الموقع، خلاص لقيت عندنا أماكن أو سوبر ماركات تبيعه وتوفره، فحاخذ منهم. هذا السنكول يا بنات يجنن الناس اللي زي تاركة مشروبات غازية، وهذا مايونيز لايت سنكولا، ما في سكر ولا في غازيات، فحلو، خيار مره صحي للناس اللي مبطله مشروبات غازيه. حتى مايونيز هذا انا اخذته لايت، بحيث انه الواحد يستمتع بكل شيء بس ايش، بطرق صحيه. هذا فشار اللي اقول لكم عليه، فشار جودي صراحه، افضل انواع الفشار انا استخدمه صراحه وافضله. وهذا برضو كاكاو خام ساده مر، للكيكات، لو انا ابغى اسوي كيكات صحيه في البيت استخدمه. ستيك هذا برضو، الأصابع المملحة هذه برضو من الخيارات الصحية. وهذه اندومي أخذت منها نوعين، واحدة بالخضار واحدة أعتقد بالكاري أو شيء زي كذا، نوع ثاني غير شركة اندومي، هذه اسمها شركة يامي أعتقد، حاجة زي كذا. طبعا بصل أخضر، جرجير، فلفل رومي، الورقيات التي لا غنى عنها، يعني الأشياء المتوفرة خلاص أنا ما أجيبها، بس أشوف الأشياء اللي تكون ناقصة في البيت. هذه يا بنات برضو أخذته من قسم الدايت زيرو، اللي هو الكوكيز بس زيرو سكر. وهذا نسكافيه جولد اللي هي خالية الكافيين، يعني أغلب المشتريات اللي صرت أخذها أنا الحمد لله صحية، أحاول أخذ صحي بقدر الإمكان ما يتناسب مع نظام أو اللايف ستايل اللي أتبعه بعد التكميم، مش دايت ولكن حمية أو أسلوب حياة. طبعا افضل شاي بلا منازع شاي الكبوس، وهذه برضو اندومي نكهه ثانيه. شاي الكبوس مع اني فتره بسبب انخفاض الحديد عندي موقفه مره من زمان الشاي. ايوه هذه بالخضار وهذيك اعتقد بالكاري، اخذت نوعين. تونه العلالي طبعا جنن جنن، من افضل انواع التونه برضو عندي، مره حلوه. وتريفا مبطاله حلوه يعني في الدرجه الثالثه، ممكن تستخدميها كحشوه في الاكلات. طبعا اخذت من المجمدات هذه كذا نوع، طبعا مجمدات رضوى مره تعجبني والوطنيه صراحه. اخذت نقيت بوب كورن، انا اولادي اكثر شيء يحبوها، يعني سواء بوب كورن او النقيت هي مفضله عندهم، برضو من رضوى بوب كورن هذا محشي بالجبنه، لازم هذه في مقاضي الاسبوع. وطبعا هنا ذره اجيبها واقسمها على اكياس، برضو افضل من المعلبه. وهذا يا بنات برضو معمول بر، أخذته بدون سكر، روعة. أتمنى عجبكم الفيديو، لا تنسوا اللايك والاشتراك، وفي أمان الله.